أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مصايب تصير بالعراق، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تعطونا آراءكم بالمصايب اللي احنا راح نعرضها لكم، أو إذا عندكم موضوع تريدون طرحه للحلقة تقدرون تتصلون على أرقام البرنامج الموجود أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل لأي سبب كان الرقم الأخير الجوال بصفة إشارة الواتساب يقدر يكتب لنا رسالة أتمنى تكون مطبوعة باسمه مكامل نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة هذا اليوم وأول ملف ويانا هو ملف المستشفيات. واقع الحال المزري اللي وصلت إليه هاي المستشفيات بظل الإهمال والفساد والبلاوي الموجودة بوزارة الصحة ومعاناة الناس ويا هذا الموضوع. ونبدي هذا الملف اللي نباوع به ببغداد بداية العاصمة، ونشوف حال طوارئ أو قسم الطوارئ بمستشفى الصدر العام بالعاصمة اللي تعاني من تعطل أجهزة قياس الضغط الإلكتروني وانتشار الزبالة والنفايات بأروقة المستشفى وتهالك الأسرة والسديات اللي موجودة بالمستشفى. كأنما اللي يشوف حال المستشفى ديباوع إلى متحف لإحدى مستشفيات جنكيز خان بالألف ومئتين. تفضلوا. سدي مشكشقة، مريض منيمي بالمقلوبي وضارب له ركن وحاطي له كانونة بإيده، زبالة ونفايات موجودة بالمستشفى. بابا لازم تفكرون إنه هذا المكان لازم أنظف مكان، لأن اللي طب له مريض بفيروس أو ميكروب يريد يتخلص من عنده، مو يطب يذب له فيروس وميكروب وياخذ غير فيروسات وميكروبات. عبالكم بس هاي؟ ولو احنا هذا الموضوع حكينا عليه كلش هوايه، وطلعنا هسه من بغداد ونروح الى عروس الخليج العربي اللي انصفت بها مليارات حتى ياخذون تنظيم بطوله الخليج 25، اللي حاولوا يغطون بها عن الفساد والبلاوي اللي موجوده بالبصره. ونروح الى مستشفى البصره التعليمي ونلقى اللي رصد لنا احد المواطنين من تكدس النفايات مثل ما تشوفون، المخلفات الطبية اللي موجودة بداخل المستشفى، وناشد لنا المواطن اللي دا يصور هنا مدير الصحة، مدير دوائر الصحة بالمحافظة وبالنواحي، الجهات المعنية بهذا الموضوع، وزارة الصحة بضرورة رفع هاي الأزبال والنفايات وتنظيف المستشفى والاهتمام بها والأروقة والسديات وغيرها وغيرها. خلونا نشوف. مشاهدينا الكرام، هو هذا حال المستشفى. تخيلوا هاي الزبالة والكياسة والمخلفات الطبية هاي باب المستشفى، فتخيلوا المريض اللي هو مناعته صفر وجاي متمرض ويريد يتعالج وهو طاب وماشي بيناتهن، الميكروبات تقول له هلا تعال يا اخويا تعال خلي شوية نتونس بجسمك. نطلع من البصرة ونصعد للوسط ونروح إلى محافظة النجف. أكو مستشفى هناك اسمه المستشفى الألماني. هذا المستشفى الجديد، هذا المستشفى اللي بأجهزة إلكترونية حديثة، هذا المستشفى اللي من المفترض أن يعالج الناس والناس من تروح عليه أنه هو جديد وتكنولوجيا حديثة وأكو به كل شيء كامل، بس نلقى حالة اللي هي المستشفى رفض أن يسلم جثة طفل متوفي الله يرحمه، ورفض ينطي شهادة الوفاة لأهله، وأخرهم بإجراءات روتينية معقدة والسبب ما حد يعرفه. لكن أهالي النجف يقولون إنه هاي المستشفى بين فترة وفترة أكو بيها حالات وفاة بسبب الأخطاء الطبية، يعني يا أما مستشفى بيزبالة وأوساخ وقاذورات وحال مزري، يا أما مستشفى جديد
بس اللي يشتغل بهاي المستشفى الجديد ما يفهم، فبسبب الاخطاء الطبيه دا يموتون الناس. خلونا نشوف. اول شيء طفل عندنا تخربط بسكه، جبناه المستشفى الزهراء نقلناه، تخربط في الدور نقلناه المستشفى العمار، توفى بالمستشفى مال العمار. يا بطونه جثه حتى ناخذها ونروح، قالوا والله اجراءات على ما ناخذها ونعطيكم الجثه قبول. الاجراءات من الساعه 3 الظهر لحد الان لا يرضون يحولونا طب العدلي ولا يعطونا شهاده وفاه، ورجعونا المستشفى الزهراء بكتاب. مستشفى الزهراء تقول انا مالي دخل، طلع من يمي. وهاي الناس واقفه قبال عينك وقاعد اشوف، والوضعيه مهزله. مستشفيات النجف قاعد تعاني، وقاعد تعاني الامرين، الميت ما خلصان، المريض ما خلصان، ويوميا قاعد يطلعون لنا جنازه بسبب الاهمال الطبي. اختصر هالمواطن قال لك لا الميت خلصان ولا المريض خلصان ولا الصاحي خلصان ولا الفقير خلصان وابن الخايبة أصلا ما خلصان، مثل ما يقولون العراقي. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم مجموعة من التعليقات على منصة فيسبوك. سعد شيحان يقول المشكلة هاي وزارة الصحة الإهمال يجي من الهرم، وزارة الصحة ما بها رقابة من قبل وزارة الصحة على المستشفيات وعملها في أنحاء العراق. أما الإهمال الطبي حدث ولا حرج، لا توجد كفاءات عند بعض الأطباء ولهذا توجد الأخطاء الطبية بكثرة. أين وزارة الصحة من هذا الموضوع؟ نايمة. أحمد علي يقول تصدق محافظة مثل النجف ما بها جهاز لتفتيت الحصى لمرضى الكلى في جميع مستشفياتها الحكومية، وين ما تروح يقول لك عاطل الجهاز، يحولوك إلى محافظة بابل، هم من تروح يقولوا لك الجهاز عاطل. بهاي الحالة شلون اشتري لك جهاز وخليه بالبيت واكتب برا عيادة تفتيت الكلى، لأن المستشفيات ما بها أجهزة. أما أم علي تقول سبب الإهمال الطبي كل شخص يدخل المستشفى الألماني بالذات يطلعوا جثة، وين الرقابة الصحية؟ ترى أرواح الناس مو لعبة، والله حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل. عباس مرجين يقول خصم الكلام دمروا المستشفيات الحكومية حتى تشتغل المستشفيات مال الحرامية. أخوان أخذوا الجثة للطب العدلي ببغداد وكشفوهم. كانت هاي تعليقات الناس حول قضية الإهمال في المستشفيات بالعراق. وعدنا اتصال من صلاح الدين. عمر حياك الله يا عمر. عموري عمر موجود ويانا؟ عمر انقطع الاتصال ويا الأخ عمر، أتمنى يرجع لنا إذا عنده شيء. أبو ستار من كربلاء، حياك الله يا أبو ستار. السلام عليكم أبو عبد الستار. أبو سمير السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك عبد الستار أبو سمير من كربلاء. حياك الله حج عبد الستار. عبد الستار أبو سمير. عبد الستار. عبد الستار حياك الله أخوي عبد الستار. عبد الستار أبو سمير من كربلاء. حياك الله. حياك الله. شلونك سعد العزيز؟ هلا بيك يا غالي. بارك الله بكم. يبارك بعمرك. البغدادية وانتو تحشون الواقع، انتو البغدادية تحشون الواقع. عمي عبد الستار اذا امكن وياهم. اذا امكن بس نصيلي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون عزيز. المكالمة تكون اوضح. هاي كربلاء مو مقدسة؟ نعم. والله المخابرات الايرانية تفتر هنا زين، يعني باع العراق انباع. نعم نعم ماشي ماشي توكل. بارك الله بك. شكرا 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 لك ابو سمير وحياك الله. ابو علي من ابو غريب حياك الله. السلام عليكم يا طيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا الغالي. حي الله حي الله الدكتور مثنى حارث الضاري الله يحفظه. حياك الله اخوي ان شاء الله. يا طيبين يا غالين الله يسلمك. تفضل. بس اريد احكي لك كلمه وخليها خليها خليها ببال المشاهدين. احنا نحب صدام حسين ولي حد الان نحب صدام حسين، وغصبا عنا لذيوله غصبا عنا لذيوله الله يحفظك ان شاء الله. نعم اي والله. وقناة الرافدين من احسن القنوات بالعراق هاي، الحمد لله ما زول ايران شالت 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 نفسها من الذيوله الحمد لله، واتفقت ويا السعوديه. نعم الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر على كل الذيوله اللي يقولون احنا تابعين لايران.
نعم. خليكم تابعين لإيران، خليكم تابعين لإيران، وإيران شالت نفسها من عندكم، شالت نفسها من عندكم. واني اشكرك. شكرا 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 لك ابو علي. ابو سميه من الانبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخي الكريم، مسلسل الانتهاكات نعم. المستشفيات الحكوميه المتهالكه اصبح امرا اعتياديا، واصبح معتادا ان الفضائح تتكرر يوم بعد يوم، ولا مسؤول ولا وزير يبالي بهذا الأمر، لأنهم اعتادوا على الفساد. قبل كل شيء، المهنة في المستشفيات مهنة لا. إنسانية، على من يعمل في المستشفيات أن يتجرد من كل شيء، وعليه أن يلبس ثوب الإنسانية. أما هؤلاء الموظفون في المستشفيات الميليشياوية، للأسف مع احترامي للكوادر الطيبة، تجردوا من كل شيء وتجردوا من الإنسانية. نعم. المعاناة طويلة، وهذه الحكومة تعاملت بوحشية نعم. مع أرواح الناس التي تحتاج إلى إنسانية البشر لكي يتعامل مع المرضى. يا سيدي، من المعاناة التي رأيتها بنفسي أنا كمواطن عراقي، عندما كنت نازحا في السليمانية نعم. ورزقت بصبي، وعند مراجعتي لمستشفى شمشمال لتزويدي ببيان ولادة، رفضوا إعطائي هذا البيان، وبعد سنة بطريقة أو بأخرى دبرت وحاولت أن أدبر لولدي بيان ولادة بطريقة أو بأخرى. على العكس، عندما كنت نازحا في سوريا عام 2007، عندما رزقت ببنت في سوريا، زودوني ببيان ولادة من المستشفيات السورية، رغم أني لاجئ في بلد ليس بلدي، على عكس ما يفعل بلدي الذي هو ليس لي وإنما أصبح للغريب. وشكرا للبرنامج. شكرا شكرا لك أبو سمية، ويخلي لك ابنك وبنتك يا رب. شكرا لك. نروح هسه من الواقع الصحي التعبان إلى ملف هواية حكينا عنه، وهواية قلنا يا ناس انتبهوا، بس ويا من إذا اللي دنحكي ويا أطرش. نروح نشوف مدارس العراق شنو حالها، ونبدي من محافظة النجف، اللي وصلت أخبار من هناك أنه أكو جهات متنفذة وتتبع إلى أحزاب وكتل سياسية استولت على مدرسة حكومية بحي السلام بالمحافظة، وحولت هاي المدرسة إلى مدرسة أهلية. مو بس هيج، لا، ولا تعسوا الأمر، بحسب الناشط اللي ديوثق لنا هذا الشيء، يقول أنه إدارة هاي المدرسة تحبس الطالبات بداخل المدرسة إذا ما تأخروا أهاليتهم دفع الأقساط الدراسية. هذا كله والجهات المعنية عبالك عمية، ما تشوف طرشة، ما تسمع خرسة، ما تحكي، وماكو أي رد وردع لهاي التصرفات. وأفضل شيء مثل الحكومات اللي جت من 2003 لحد هاي اللحظة، أكو تمثال صغير بيه ثلاث قرود، واحد ساد عيونه، واحد ساد إذنه، واحد ساد حلقه. بالضبط هذا التمثال هو حال الحكومات العراقية. خلونا نشوف. أكو مدرسة في محافظة النجف الأشرف الكائنة في حي السلام، اسم المدرسة مدرسة أوروك. هاي المدرسة قبل سنتين أو أكثر بنتها هيئة الإعمار في محافظة النجف الأشرف من ميزانية النجف بمليار ومئتين مليون دينار عراقي، أكثر أقل هذا المبلغ ما أدري، يعني ما أذكر. وصل نسبة الإنجاز بها أكثر من 90%. مدرسة نموذجية، تحولت هاي المدرسة من مدرسة حكومية إلى مدرسة أهلية في ظل حكومة الأحزاب وحكومة المحاصصة. هذا الشيء وارد، يعني هذا الشيء مو عجيب ولا أول مرة مار علينا. تحولت عاد، كان قبل واحد بالحسابات من استلمها المستثمر، كان واحد بالحسابات قبل لا يتوفى. هذا الواحد كان ياخذ من اولياء امور الطالبات دفعات، الاقساط مالتهم دفعات، الامور ماشيه طبيعيه. توفى هذا الولد، من صار بمكانه بالحسابات؟ صار بمكانه ابن المستثمر، ابن المستثمر اللي ياخذ المدرسه. سجن اكثر من 200 طالبه. وين سجنهم؟ سجنهم بالساحه الخماسيه، هذا القفص اللي بيه شرك، لزمه قفل الباب عليهم. من الدرس الثالث إلى الدرس الخامس أكثر من 200 طالبة
سجنهم داخل هذا القفص. أريد نعرف هذا إرهاب اللي سجنتهم بها زين، هذا اعتقال، هذا ضغط على أولياء الأمور على مود يجيبون الأقصاد، هذا خطف، أريد نعرف. تعرفون من أصول التعامل ويا أي طفل ممنوع الحبس لأنه تثير عنده شغلة نفسية ما يقدر ينساها العمر كله، وتصير عنده رهبة وخوف، ونص ذول اللي نحبسهم من الطالبات تلقون عندهم فوبيا من الأماكن المغلقة بسبب حبسهم بهذا المكان. بس ايش تحكي إذا اللي قاعد ولازم المكان حشد يسمعني وأجلكم الله مطي. نطلع من النجف وننزل للقادسية ولقينا بها مدرسة. هاي المدرسة انبنت سنة 1965 اللي هي مدرسة الجاحظ الابتدائية المختلطة. حالها على نفس الحال، لا تعمرت ولا بها شيء، بس المشكلة انه الصور اللي طلعنا اياها الناشط من هناك عبالك فيلم هوليوودي عن واقع الحرب الباردة او الحرب العالمية الثانية، كأنما هم عايشين بمدن اشباح. تعرفون ليش؟ لأن الجهات المعنية ما لها أي اهتمام أنه تعمر أو تصرف على نواحي وأقضية المحافظات بحيث أنه الناس تعيش براحة. وأني من يمي أدعو مخرجين هوليوود وبوليوود وأي سينما بالعالم أنه يجون بلكت يدفعون لهاي المناطق فلوس، لأنه عندهم استوديوهات جاهزة ما يحتاج يبنون عن عصور غابرة. خلونا نشوف اللي يدخل محافظة القادسية كمدينة الديوانية بالنواحي بالأقضية حقيقة يعني يتفاجأ، على رغم الخراب والدمار بالذات المحافظات الوسط والجنوب، لكن محافظة الديوانية حقيقة منكوبة بكل الأنظمة بكل العهود. يعني راح أراويكم مدرسة راح تمثل أو ترسم لكم واقع محافظة الديوانية. شوفوا هاي المدرسة، من يا عهد شوف الطين لحد الان، لاكو تعبيد لاكو ارصفه، هاي بنص منطقه ضاء او ناحيه الصلاحيه في محافظه الديوانيه، هاي ناحيه الصلاحيه. شوفوا هاي المدرسه بال 65، شوف الباب نفسه بس القفل جديد، بس القفل صيني جديد، الباب نفسه، الشبابيك نفسهن، الشبابيك القديمه من ال 65. شوف الوضع، هذا بيها 250 طالب من أبناء هاي المنطقة، ناشدوا المحافظين والحكومات. شوفوا من يا زمن ماكو حائط على البناء القديم، شوفوا نفس الوضع، الشبابيك، الخرايب، لا صبغ لا ترميم، عشرات الكتب روان أهل المنطقة بإعادة بنائها لو بناء مدرسة أخرى. على هذا الوضع، شوفوا على هذا الوضع، العلم العراقي بيها 250 طالب، حتى الصفوف قديمة مثل كان 3 و4 طلاب بهاي المنطقة، الآن صارت 250 طالب على هذا الوضع. بس عندي كلمة ويا سيادة الناشط، قال القفل اللي بالباب صيني جديد، أقول له لا تظلم حظك وبختك، البوري اللي مجدود فوق مال مزريب بي في سي هم أنا جديد، حتى نكون واقعين بالموضوع. تخيلوا هاي مدرسة بيها طلاب مبنيه بال 65 بال 2023 بعدها مثل ما هي، العالم صار تعليم الكتروني وتعليم عن بوسائل جديده ومختبرات وغيرها وغيرها وغيرها، واحنا عندنا مدرسه اقرب ما تكون الى سجن في احد افلام هوليوود عن الحرب البارده. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك حسين حمزة يقول هاي الصلاحية كلها ما بيها لا خدمات ولا شيء جديد، نفسها صار لها 20 سنة نفس الشيء تريد يسوون مدارس، والسبب الرئيسي لدمار الصلاحية وبقية النواحي والأقضية هو الفشل والمستحى مال كم واحد. أكرم الياسر يقول التعمير والبناء وزيادة الرواتب وتعيين الخريجين هاي تحتاج مصاريف من أموال الموازنة، والأحزاب تنتظر إقرار الموازنة حتى يتقاسموها بيناتهم بدون صرف على المشاريع. الإعلامي علي السعد يقول فعلا فساد كبير في محافظة القادسية والمدارس من القرون الوسطى، حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. وإبراهيم الحاج عبيد يقول اللي ينسرقهن نور زهير وهيثم الجبوري فقط يبنى المدارس العراق من الشمال إلى الجنوب، واللي انسرقت بزمن الحكومات من 2005 لحد هاي اللحظة
وإذا قلنا أنه بزمن نور المالكي بثمان سنين ما يقرب من 1,000,000,000,000 دولار يبنن العراق ويفلش ويبني ويتفلش ويبني ويتفلش 7 مرات. أبو عراق من الفلوجة حياك الله. السلام عليكم أخوي أستاذ أفل. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل إذا سمحت لي، يعني البارحة نادي البرلمان كان يرقص ما قبلت عليه. يا أستاذ أفل مو جاي يرقصون على مود الإنجازات مالتهم، مو أنت لو تعرفون الإنجازات مالتهم، إنجازاتهم هم الخراب أستاذ أفل. يعني الخراب عندهم إنجاز، يعني كل وزارة لازم تنجز خراب أكثر من وزارة الثانية. يا أخي يا أستاذ أفل إحنا وين نثبت على الصحة، على المناطق الجنوب المنكوبة، على المياه، على اليمين؟ والله داخل الشعب هذا داخل على الحكومات يا عمي يا أستاذ أفل، والله دخنا. يعني إحنا لقينا واحد بلكي نقول بلكي الله واحد بيهم غبيرة حي، يعني هذا ما يعني ماكو انسان عنده مخافة الله. ولكم انتم يا حكومه يا لبنان سياسي يا احباب، ما بيكم واحد شريف يلتفت على يعني عم جزنا انجازاتكم. خل عم الصحه ولكم الله باشر شو تقولوا له انتم؟ ولكم حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. ان شاء الله راح ادعو دعاء ان شاء الله الله يطلعها بعوائلكم وباطفالكم، وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ابو عراق. نروح هسه مشاهدينا الكرام الى فساد المشاريع الخدميه بالعراق، وهوايه حكينا عن هذا الموضوع، وهوايه قلنا شوفوا الحاله التعبانه اللي وصلت الى المدن العراقيه، بس كانما دا نحكي ويا حياطين ملتهين يرقصون بالبرلمان مثل ما قال ابو عراق، وناقصهم واحد يكيد فوق رؤوسهم، بس ما يفكرون بالناس شلون عايشة. ومثل ما قال أبو عراق دا يرقصون كأنما للإنجازات اللي هي الموجودة بها. نروح للبصرة ونشوف شارع صناعية حمدان. هذا الشارع اللي دا تشوفوه ورايا افتتحوه وسووا له دعايات قبل مدة قليلة، يعني بسيطة قبل أشهر. هذا مشروع لنا الجديد، بس ما طول خطية أشهر وقشطه. وهذا تشوفون المكاين دا تكشط بالشارع، والناس مستغربة وتتساءل شنو سبب انهيار هاي المشاريع بفترة قصيرة على الرغم من إحالتها وبمبالغ كبيرة جدا. خلونا نشوف هذا الشارع. هاي المشاريع في محافظة البصرة، انه المشروع مدته شهر او شهرين كتبليط شارع او غيرها انه ينتهي الصلاحية. مثل ما تشوفون هاي شارع صناعية حمدان اللي يربط مركز محافظة البصرة بقضاء أبو الخصيب وقضاء الفاو، لم يمضي على تبليطه 3 أشهر أو 4 أشهر. هذا الشارع كله خسف وبدوا يقشطون به حاليا، مثل ما جاي تلاحظون أنه تم قشط الشارع بالكامل بسبب الروطان، بسبب الأعمال الغير صحيحة، وهذا كله هدر للمال العام، كله يعني هدر للوقت ومعاناة المواطنين. هذا الشارع كله شوف مثل ما جاي يشوفون شلون تموج، وبدأت عملية القشط. انه لو من البداية كان العمل بصورة صحيحة ومرضية وجيدة، لكن للأسف الشديد مخافة الله ماكو، العمل بدون رقابة وبدون متابعة، هذه النتيجة. أهم شيء الربح يكون أكثر للمقاول أو الشركة المنفذة لأي مشروع في محافظة البصرة، ولا يوجد هم لهذه المحافظة وللبلد. كل دول العالم بها مهندسين دارسين ويعرفون المعايير الصحيحة حتى ينشئون أي مشروع خدمي، وأكو خطط تعمير المدن، خطط لديمومة المدن، خطط لتوسيع المدن، هاي كلها تكون لازم مدروسة بطرق علمية وحساب وقلم ومسطرة وأرقام ورياضيات، بحيث أنه أي مشروع يبنوه ما يأثر على الناس. بس بالعراق تخيلوا لأنه ماكو مهندسين، لا أكو مرتشين وعفطية وما يفتهمون. الرصيف اللي المفروض ارتفاعه من 10 سنتيم إلى 13 سنتيم،
تخيلوا لأنه ماكو رقابة بنا بالعراق ولأول مرة بالتاريخ، واللي المفروض هسه ندز هذه الصورة وهذا الفيديو إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية حتى يدخل العراق إلى هذا إلى هاي الموسوعة بهذا الإنجاز. تخيلوا ارتفاع رصيف أكثر من 70 سنتيم بشارع المدارس بحي التجار ببغداد، يعني 7 أرصفة واحد فوق الأخ. وإذا إجا جاهل لازم ندرب الجهال مالتنا بحبال وتسلق حتى يقدر يصعد الرصيف. تفرجوا. يقول لك ليش تحكي أنت ليش سلبي؟ بشرفكم هذا رصيف، هذا رصيف بشرفكم، هذا شارع المدارس بحي التجار، هذا الشارع كل شيء ما بي كان، كل شيء ما بي. يعني اللي سالم يخربوه واللي مخرب ما يصلحوه. 70 سنتيم رحت سألت المهندس قال لي ارتفاعه 70 سنتيم. قلت له صدق تحكي؟ قال وقال هذا نص يروح بالتبليغ، يعني ابو البيت اللي بيته على الشارع يعني الطابق الثاني ماله راح يصير ويا الرصيف. هسه ذبل هذا الرصيف على محمد القاسم مو بالاحياء. هسه لو دي يسوون ساقيه مال مي الانهر جفت، لو دي يسوون ساقيه مال تصريف مياه صرف الصحي شو تمطر الدنيا بغداد تفيض وغير ما اماكن تفيض. شنو اللي دي يسووه ما ادري. 70 سنتيم رصيف بشرفكم؟ لا عبالكم هذا يضحكوا مشكلة؟ لا هسه نروح نشوف اللي دا يصير ورايا قبل ما تشوفون الصورة وتتفاجئون. بمكان مو بعيد عن بغداد بصلاح الدين نلقى مهندس مدني من الطراز الرفيع دا يبلط لنا حفرة بواحد من شوارع مدينة تكريت، وكانت الحادلة المستخدمة لتعبيد الاسفلت أو الجير، هي المفروض حادلة واحد يركبها ويسوقها، عبارة عن قنينة غاز. وبهالمناسبة أطالب مؤسسة توثيق المشاريع العلمية أن ينطون هذا المهندس براءة اختراع، وإذا لقينا واحد دا يستخدم هذا التطور لازم يدفع لنا فلوس. زين خلونا نشوف. يعني هسه المفروض ابو عربانة الغاز يتعين بالبلدية؟ من يطلع مشروع ويا البلدية لازم يطلع وياهم ابو عربانة الغاز. استاذي هاي القنينة تصير؟ لا ولك رجعها هاي مطعجة. استاذي هاي يصير؟ لا هاي بها طسة من الصفحة، جيب لنا واحدة نظيفة وعدلة. لو تخيلوا مشروع ثاني واحد حاط القنينة على ظهره ويمشي، استاذي شو هاي خفيفة؟ نعل على ابليسك، مو قلت لك لا تجيبها فارغة جيبها مليانة، يلا روح بدل لنا قنينة وتعال. قنينة. أنتوا تعرفون إنه هذا الجير حار؟ يعني المفروض ده يحترق ويدخلوا. حار كأنما أنت مطلع شيء من الفرن، تحط عليه قنينة مال غاز. ما خفت إذا طق الذولة اللي داير مداير القنينة كلهم تطشرهم؟ من أبو القنينة نروح إلى محافظة ذيقار ونسمع هنا ناشط يفضح لنا وبالأرقام الفساد بمشروع شارع مكينة الثلج السايد الثاني بقضاء الشطرة واللي تخصصت له 2,073,000,000 دينار عراقي، وهاي كلها انصرفت من مشاريع صندوق أعمار محافظة ذيقار سنة 2021. خلونا نسمع. حاليا متواجدين قضاء الشطرة، نوانا سابقا بان هناك مشروع وهمي وتخصص له اموال من ضمن صندوق اعمار ذيقار. اليوم انا اثبتكم من ارض الواقع من قضاء الشطره، مدخل عزيز المصور، مدخل طريق الدوايه، طريق تقاطع بين زيت. هذا المشروع من ضمن مشاريع صندوق اعمار سيدر. يا تاريخ الحال اقرا عيني بس عزيز المصور شباب 27/12/2021، هذا مدته 350 يوم المفروض يسلم خلال 22 سنه 22 سلم على المشروع. طبعا الحال لشركه الوابي الشامخه بتكلفه 2,073,000,000. المشروع وينه؟ هذا الطريق، هذا المفروض هذا السايد الثاني، هذا السايد الثاني بالتندر موجود، بالتندر موجود. هاي المشاريع صندوق اعمار كله عندنا. هذه اشوفوه، هذه اشوفوه ماكينات الثلج جانب الحي الصناعي في قضاء الشطره شركه الوابي، وهذا تكلفته بالتندر موجود هذا المشروع. بس المشروع وين بالدولته؟ هاي نزل سايد ثاني مفروض يسلم هذا المشروع، يسلم بشهر 12 22
يسلم هذا المشروع. وهذا قدامكم حي صناعي تحت قرب. هاي قدامكم حي صناعي. هذا حي صناعي. ديوان الرقابة المالية. تعال الحقب. هيئة النزاهة الاتحادية. شرط. تعال تقف. شارع وين المشروع؟ وينه؟ هذا المشروع. جدول مشاريع صندوق اعمار خصوصا محافظة قضاء الشط عندنا 157 مليار غير المجسر الوهمي. هاي فقط في قضاء الشطرة. حياته مسلم المشروع شبيك؟ ليش زعلان يا اخويا؟ 2.73 مليون فدوه للطيبين. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك. ابو اسد يقول للاسف شغل كله تلزيق وماكو محاسبه لاي شركه لانه ما حد يقدر لهم عصابات. مازن المنصور يقول اول ما انجز المشروع وقبل لا تصير عليه سيارات متموج والتبليط وراها فترة قصيرة انتهى الشارع بسبب التريلات أيضا، وهذا حاله حال شارع المحطة وشارع خمسة ميل نفس الشيء. الشغل مو بشكل جيد. كاظم المزيار عاوي يقول أين دور الجهات الرقابية؟ هذا فساد واضح، لماذا سكوت عن هذا المشروع الذي دائما نرى مناشدات المواطنين عن الشركة وعملها الخاطئ؟ ومنير العبيدي أبو محمد يقول السبب هو تواطؤ الحكومة المحلية مع الشركة المنفذة بيع الضمائر مقابل تفاليس. هاي كانت تعليقات الناس حول هذا الموضوع. رجع لنا من كربلاء عبد الستار، حياك الله يا ابو سمير. العزيز. نعم. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام. حبيبي. طيب تحكي وياك. انت على الهواء اخوي العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قناة الفضائية الجوهرة حبيبي. احنا نوصل صوتنا لكم، ما عندنا غير الله وانتم. دولي باعوا العراق دمرونا، تعال شوف كربلاء صار فيها. نعم. نعم. العتبه استولت جردت البساتين، جردوا البساتين وسووا مظلات ومعمارات، والروح هاي المرضى تروح ما حد بحاله اصلا، يطلبون مبالغ عاليه. زين لا ادويه اكو، سرطانات، الناس تعبانه. والله العظيم. وروح للطابو، روح للطابو. نعم. وكله تزوير، زوروا الطابو كله. نعم. بيوتنا راح تزوروها، باعوها. نعم. فاحنا ما ندري. من اللي باعها؟ زين؟ إلى متى نبقى هيك؟ زين؟ جيبوا لكم لجنة من عندكم وتعالوا لكربلاء وشوفوا هاي محكمة بدات كربلاء كلها رشاوي يطلقون النسوان، متفقين ويا المحامية، فوضى فوضى والله العظيم. نعم نعم. وين احنا؟ بعثر الغاب ابو سمير، يعني ابو سمير، ابو سمير الانتشار. ابو يعني سمير اذا تسمعني ابو سمير، كلش المواطن ما يتنفس الهواء اصلا. ابو سمير تسمعني؟ والله هاي بيوت بلش رايح هو كلها ما يدون هذا البحر زين، وخلاص يكتشفون من عندنا هنا يسوون. نعم نعم. تعالوا شوفوا ناخذون بخاطر الله، احنا الغاب والله العظيم. طيب يعني طيب ان شاء الله اتمنى تسمعني يا ابو سمير، واعتذر منك لان عندي متصلين. اذا عندك اي شيء من هاي المواضيع طرحتها، لان طرحت اكثر من موضوع، قضيه الطلاق والمحاكم والقضاء والمحامين، قضيه الطابو والتزوير، قضيه الفساد، قضيه المستشفيات، نتمنى انه تتابعون الشريط الابيض اللي موجود جوا الارقام، هاي الارقام بالشريط الاسود، جوا اكو شريط، اكو نافذه انت ترى، صوروا لنا هاي الاشياء ودزوا لنا اياها على ارقام نافذه انت ترى ونطلعها ان شاء الله. شكرا لك. ابو عمر من الناصريه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وياك ابو عمر تشرين من الناصريه. حياك الله وحيا الله اهل الناصريه. طبعا استاذ عمر، استاذ اثر، طبعا بالنسبه للجماعه هاي الحكومه الفاسده، دول الحكومة الفاسدة لا تنظر ثورة تشرين 25,000 جريح و800 شهيد زي الأولى. نعم. دول شو همهم؟ دول ما يهمهم، دول ذيولة، ذيولة وسفلة زي الأولى. هذول يرادلهم ثورة، يعني ثورة قوية، يعني بحيث الشعب يكون كله يتكاتف زي الأولى. لا حد يشكي أمومة، يشكي همومة كان من يكون على أمان تكاتف. نعم. دول دولي ينهون الشعب العراقي وينهون البلاد يا الولا. عندنا بالناصرية، خلي يسمعوني هم الأحزاب الفاسدة، خلي يسمعوني بالناصرية، والله توبناكم وبالقنادر يا الولا، ما حافظ حتى يحكي، وأكبر واحد ما يحكي. نعم. بالناصرية حتى ما يحكم. نعم نعم. كلهم متهل الناصرية، كلهم مثلنا
انت حشا حشاك انت حشا قدرك وحشا قناتك الموقع ارجع بالخندرة على راسك هذا من يكون طيب يحشون هس احنا هسه بالناصرية بالنسبة ماكو حكومة خلي يسمعوني ماكو احنا مسافرين عليها ثورة تشرين مسيطرة عليها والامر كله بيدينا ايش معنى عمي افل؟ نعم اسمعك يعني نعم احنا مسافرين على محافظتنا وما حد يتنفس والله لا محافظ لا قضاء كله بيدينا نعم وتدرون انت الحكم وتدرون بيش تروح تكاتفوا ثورة تشرين تكاتفوا المحافظة تكاتف لو رايحين هوكم رايحين هوكم بالله الكريم جاي يرقصون هذا مو برلمان هذا ملهي نعم تفهم في دول ملهى نعم هذا ملهي ما عندكم ضمير نعم انت اكو واحد اللي ما عنده ضمير على بلادك ايش يسوي؟ قال له تستحي قال له والله ما تستحي قال له اعمل ما تستحي عمي افل نعم ولا سفله ولا سفله بس الولا لو يطيحون هنا يمنع ما يطيحون يمنع هنا احنا بالنسبه للوكال شيء مكنس يعني مسوي مكناسه دولة طيب نعم. شكرا لك ابو عمر وحياك الله موضوع الجفاف عبالك مو بالعراق الدولة بيها قحط لا فلوس لا قوانين أو دولة ما بيها حكومة أصلا نبدأ بهذا الموضوع من البصرة وهواية حكينا عن قضية جفاف الأنهر ونسمع منها كمناشدات لمواطن للجهات المعنية أن يعيدون تأهيل نهر العشار وينظفوه ورا ما تحول إلى مكب لمياه الصرف الصحي والزبالة والنفايات وصار عبارة عن حوض لمي المجاري اللي يملى من مكان ريحة مطيبة وأوساخ وفوق كل هذا صاير بيئة لأوبئة أو أمراض وتعرفون ليش هذا كله؟ بسبب الإهمال الحكومي خلونا نشوف يابا يا حكومتنا يا مسؤولين هذا نهر العشار حرامات والله يعني إحنا هذا كنا صغار هنا نسبح بهذا الماء هسه كله مياه آسنة سووا شارا هذا النهار البصرة بس هو على الأقل يعني خلي نقول هو واجهة للمدينة قد منظر ليش هذا تعمر بالتسعة وثمانين وانهمت شوفوا الزبايل باور هاي كلها قوارض كلها حشرات كلها أمراض أو حتى عشوائية السيارات شوف منظر هي والريحة حتى الريحة هاي البصرة هاي يعني هاي البصرة شوف هاي منها أم السماكة أوصي الناس هاي ما تذب على الشارع هاي ريحة هنا كلش مو حلوة ريحة تسكم الأنوف هاي البصرة أم النفط أم الخير شوية الرادع هنا يعني هذا زحمة احنا نسميه هذا نهر ونسميه هذا تابع لأغنى مدينة بالعالم يعني الراد شغل شوية توجهون عليه ديرون بالكم وهذا للمصلحة العامة مقطع ثاني مشاهدينا الكرام واتصلنا بأحد المواطنين من محافظة ديالى جفاف نهر ديالى ويطالب الحكومة والجهات المعنية أنه تتخذ الإجراءات اللازمة والخطوات الجادة لمعالجة الجفاف بالبلاد لأنه الوضع وصل إلى حد بعد ما حد يتحمله لأنه الناس معتمدة على المي واللي شايف نهر ديالى قبل شلون كان تعال شوفه بال 2023 صور النهر صور وراه خلال 3 ايام الى 4 ايام شفنا نهر ديالى اللي صار فيه جاي صور محمد جاي صور اي يعني قبل كان النهر ديالى من ينزل اقل شيء ياخذ له شهر او شهرين ينزل منسوب المي مالته يقدر يقاوم النهر حتى لو يسحبون من عنده يجيبون الحنطه وباقي البساتين يبقى النهر محافظ على المي مالته يعني ينزل متر او مترين زين هسه لبت المكانات النقر احنا كنا نصيد بيها نعرفها يعني المفروض يبقى بيها مي يعني سبحان الله تعال شوف المي شلون قام يرجع بالعكس تعال شوف محمد هاي بالعكس هي صحيح شوف اي صور على اساس باه ناشي بس يصور لا شوف طبعا الاتجاه المي باه محمد زين محمد اتجاه المي يجينا المي منها يجي ويتجي على الفرات زين هنا بالتحديد هسه تقريبا مسافة عن خان بني سعد هسه المسافة ونزلت سابقا بقت نهر ديالى نازل 3 اشهر تقريبا بقى مقاوم ماكو مي بس هذه اول مرة تنزل نهر ديالى هيك زين يعني نزول غير قلت احمد نوهت على ذيك المكان الغميق هسه راح اقربه شوف المكان الغميق ايش قد فيه طيور شوف اول مرة ينزل نهر ديالى بهاي الطريقة
اللي ما يعرف نهر دياله او اللي ما رايح انهر قبل ده تشوفون هذا القصب، هذا كله المفروض بالمي، يعني حافه المي فوق القصب وما يطلع هذا القصب الا بمي، فتخيلوا ايش قد نازل النهر ده يوصل لهاي المسافه. هاي القضيه والجفاف وتدهور الواقع الحال بالبلاد على مختلف الصعد وغياب الخدمات ده تخلي هواية من المواطنين يفكرون انه يطلعون ويهاجرون ويروحون الى غير دول حتى يدورون مكان بامان بخدمات بتعليم بحياة احسن. طبعا هذا الشيء مؤلم، بس اذا مي ماكو، شغل ماكو، حياة كريمة ماكو، بيوت ماكو، كل شيء ماكو، الناس ده تهلك، وفوق هذا كله ادارة تريد تعيش عفو، شو تسوي؟ الله يعينهم. نتمنى انه يجي يوم تجي بيه حكومة وطنية تفكر بأحوال الناس وترجع العراق مثل ما كان قبل، ويرجعوا لكل أحباب اللي فارقوا وطلعوا بسبب هاي الطغمة الحاكمة. خلونا نسمع. أنت بالعراق نظام مصرفي مضبوط ما عندك، ما تقدر تتعامل ويا العالم براحتك فيما يخص البنوك، يعني هسه أنت لو عندك بالعراق فلوس تريد تدزها برا ما تقدر، كل دول العالم وير ترانسفر إيزي دزو، إلا بالعراق صعب مستحيل. فأنت نظام المصرف عندك فيه مشاكل، الخدمات أغلبها غير متوفرة، من الخدمات الإنترنت، الكهرباء، خدمات المياه، المجاري إلى آخره، كلها أغلبها ما متوفرة. لا تقول لي حاط لي مولدة وتطيق 10 أمبير كهرباء، أنت ما عندك حبيبي، مي نظيف أنت ما عندك، حتى سبعة فد منا على 20-30 سنة مي ما راح يصير عندك، يعني أنت الأنهر ماتك على وشك أن تجف خلاص. فأنت عايش بالماضي، كل الخدمات ما متوفرة عندك. أنا يعني أقعد هنا إيش أسوي؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يعني من فيسبوك عامر حسن يقول هذا نتاج الدولة الضعيفة، الدولة جعلونا أضحوكة بسبب السرقات والمعسوبيات وأشغال المناصب لكل من هب ودب، للأسف العراق أصبح في خبر كان. علاء يوسف هذا سبب عدم الحرص من السياسيين على مستقبل البلد الذي لا ينتمون له، ضعف الدولة في تطبيق السياسة الخارجية. فرات المبدر علي الغريري يقول وبعد وبعد، مخططات ممنهجة وتطبيقات متفق عليها لإرجاع العراق إلى زمن التخلف، رجعوا. مصطفى الركابي يقول إذا ما يصير حل لأزمة المي راح تصير مصيبة والمي يخلص من العراق، الحكومة لازم تتحرك وبسرعة وبصورة عاجلة من أجل إنهاء أزمة المياه والجفاف وبأقصى سرعة. وكانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع. وأبو أحمد من بريطانيا حياك الله. السلام عليكم سادة فنزلتي دمعتي والله على اللي ذكرته، فعلا أنا من الناس اللي حججتني احد الاحزاب في النجف. المهم اي مناقصه تنطرح سادة العزيز لازم تحط مواصفات فنيه، والاستلام يتم على اساس هذه المواصفات الفنيه. للاسف الفساد يصير بالاستلام مال المشروع، هاي واحد. اثنين، خلاصه سريعه لمنجزات الاحزاب خلال 20 سنه. لا امن، لا وزاره صناعه، لا وزاره تجاره، كثره العطل، كثره المشي. المصيبة أنت بارحة تتصل بيك ما حصلتك، لأن بداية الوقت كان يحتفلون بولادة الحجة عجل الله فرجه، وهم أكبر حرامية وأكبر مرتشين وأكبر فاسدين، ولكم شنو التناقضات هذه؟ علي من الضحكون، يعني مثل دولة 2015 رحت للحج، كل الدولة موجودة بالحج، قلت لهم شنو جايين تصفرون وترجعون؟ فهذه محزلة، إن شاء الله ندعو من الله، الله يخلصنا منهم ونرجع لبلدنا ونعمره يا رب العالمين. شكرا أستاذ أفل. شكرا، شكرا لك أبو أحمد. موضوع الخريجين الأوائل من الجامعات العراقية مي يفرقون عن باقي الخريجين اللي اتخرجوا من العراق ولا لاقين شغل ولا تعين ولا اهتمام، بس اللي درس وتعب وطلع من الأوائل هذولا لازم الحكومات تفكر بهم، أنه تعينهم تشغلهم تستفاد من ذكائهم حتى يطور البلد. ولهالسبب غردوا الناس على وسم الأمانة، تحرف قانون 67 واللي من خلاله طالبوا أن يتم إنصاف الخريجين الأوائل وعدم دمج الدراستين الصباحية والمسائية، ويأخذون 3 من أعلى معدل لمن يتعينون، لأنه كان قانون 67 شي نص أنه يشملون 3 من الدراسة الصباحية و3 من الدراسة المسائية اللي هم الأوائل على دفعهم يتعينون، يعني 6. هسه لا، القانون دمجهم ويأخذون بس 3، فلهالسبب غردوا على هذا الهاشتاج اللي هو الأمانة تحرف قانون 67. زنوبة الغرباوي تقول هاشتاغ الأمانة تحرف قانون 67، الدائرة القانونية للأمانة العامة سرقت حقوقنا باجتهادها بتفسير قانون 67 ودمج الدراستين الصباحية والمسائية وأخذ الأعلى معدلا.
آيات كمال غردت وتقول هاشتاق الأمانة تحرف قانون 67. الأوائل المستبعدين من قانون 67 يناشدون السيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بالتدخل المباشر وإلغاء كتاب الاستبعاد الظالم لحق آلاف الأوائل بسبب دمج الدراستين الصباحية والمسائية وأخذ الأعلى معدلا الصادر من الأمانة العامة. وعلياء غردت هاشتاق الأمانة تحرف قانون 67، لماذا طبق القانون للمرة الأولى بشكل صحيح بشمول 3 من الدراسة الصباحية و3 من الدراسة المسائية وبعدها تم دمج الدراستين وأخذ الثلاثة الأعلى معدلا؟ أما محمد يقول هاشتاق الأمانة تحرف قانون 67، ما هو السند القانوني لاستبعاد وإقصاء آلاف الخريجين الأوائل من قانون 67؟ كيف تم دمج الدراستين الصباحية والمسائية؟ هذا السؤال يتوجه إلى وزير التعليم العالي، يتوجه إلى مقرر رئاسة الوزراء، ويتوجه إلى رئيس الوزراء الحالي والسابق والقبلة. على شنو استندتوا وقررتوا هذا القانون؟ المشكلة أنه الخريج اللي بالعراق يدرس ويتعب ويشقى ويأخذ الشهادة ويفرح، أخذ البكالوريوس، أمه تهلهل، أبوه فرحان ويوزع شوكليت وأكو ناس يسوي حفلات لأنه ابنه صار مهندس مثلا أو صار محامي أو صار طبيب أو تخرج أخذ شهادته، بس أول ما تخرج يصطدم بالواقع اللي هو لا شغل لا عمل لا أكو اهتمام لا كل شيء ماكو. وبعض الأحيان يتفاجئ أنه الجامعة اللي درس بها سنين ودفع فلوس حتى يتخرج ما معترف بها، ما بها شهادة أصلا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة باكر بإذن الله، انتظروني، في أمان الله.